بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الرسول صلى الله عليه وآله بعد أن بين لليهود أن قلوبهم كالحجارة، وذلك لأن نياتهم باطلة وأعمالهم أيضا باطلة، بما بيناه بأن العمل إن كان عن عمد وعلم بالبطلان فباطل، وإن كان عن جهل ولا يريد التعلم صاحب العمل الذي أخطأ في عمله فيقال له هل لا تعلمت، وإن كان عن جهل ويريد التعلم فلما استعجل بالحكم وبذل الأموال لتضعيف رسول الله؟ اللي يريد يتعلم لازم يروح يبادر بالتعلم ويستفسر، بعد ذلك يحكم بضلالة الشخص وبأنه مبطل في دعواه، فهم مقصرون، يعني لا أقل من ذلك، فهم مقصرون في عدم الاستماع لبينته ولحجة الرسول صلى الله عليه وآله. هنا الرسول صلى الله عليه وآله يطلب من الجبل، حيث اقترح اليهود على رسول الله أن يستنطق الجبل فيشهد له بالنبوة ويشهد عليهم بالبطلان والكذب. فالرسول صلى الله عليه وآله استنطق الجبل وقال له: أقسم عليك بما تاب الله به على النبي آدم عليه، أو على نبينا وآله وعليه السلام، حيث ذكر الخمسة الطيبة النبي آدم، وبذلك تاب الله عليه، فعصى آدم ربه فغوى، هذا العصيان الذي صدر من آدم، فبعد ذلك الله تاب عليه. كيف تاب عليه؟ بعد أن ذكر النبي الرسول محمد صلى الله عليه وآله والإمام أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء والحسن والحسين عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. فالرسول صلى الله عليه وآله يستنطق الجبل ببركة هذه الأسماء الخمسة التي لأجلها تاب الله على آدم. هنا بين قوسين نقول بأن عصيان آدم قطعا مو معصية مولوية، هذا لا شك فيه، لأن الأنبياء معصومون من كل ذنب، معصومون لا يصدر منهم الذنب، هذا من المسلمات في عقائد الشيعة وفي عقائد المعتزلة، أن هناك العصمة الكبرى للأنبياء وللأئمة عند الشيعة أيضا. هل عصيان آدم عصيان يعني ذنب نسبي، يعني بالنسبة لمقامه الكريم هذا صدر منه الذنب، حسنات الأبرار سيئات المقربين، يعني يمكن واحد صاحب ملايين يدفع لفقير 250 دينار، 250 دينار عمل مستحب جيد أنه واحد يعين فقيرا ويتصدق على فقير، بس منك اللي أنت صاحب ملايين هذا قبيح أصلا، يعني في الواقع هناك أحسن منه بهالمعنى. يمكن عندي إذا قمت لصلاة الليل وصليت ركعتين مسرعا هذا يكون شيء مطلوب، أصل القيام عند السحر مطلوب، ولكن للمقرب إلى الله عز وجل هذا سيء أصلا. لذلك أحدهم ذهب إلى الإمام، الإمام سأله سلام الله عليه: تعرف الصلاة؟ قال: إيه، قرأته في كتاب حريز، كتاب حريز في الصلاة، أعرف الصلاة. فالإمام قال: صلي ركعتين. يقول: أنا هم أحسنت الوضوء وأحسنت الصلاة. الإمام قال: لم تعرف حدود الصلاة، مع أنه صلى، وهذا من كبار الرواة اللي صلى عنده الإمام الصادق أظن سلام الله عليه، الإمام قال: لم تعرف حدود الصلاة. يقول: أنا هل قد خجلت اللي لو الأرض تنفتح وتبتلعني عند الإمام.
فقام الإمام وتوضأ وصلى بحدود الصلاة وبشروط الصلاة وبالأجزاء. فهكذا يعني يمكن تلك الصلاة مقبولة من إنسان عادي، ولكنها غير مقبولة من مثل قريبا على الإمام، راو من كبار الرواة عند الإمام. فيمكن الذنب نسبي، أن آدم بالنسبة إليه كان عليه أن لا يغتر بوسوسة إبليس. وفي رواية في تفسير البرهان أن آدم على نبينا وآله وعليه السلام يقول أنا ما كنت أصدق، يمكن الرواية عن الإمام الباقر سلام الله عليه، أنا ما كنت أصدق واحد يقسم بالله كاذبا، لأن إبليس أقسم بالله كاذبا بأن هذه الشجرة شجرة الخلد، فما كنت أصدق، اغتر به الشيطان، اغتر بالشيطان آدم سلام الله عليه. فيمكن الذنب ذنب نسبي، يعني لا يصدر عن هكذا مقام سامي، هذا احتمال. الاحتمال الثاني أنه مو ذنب حقيقي، ذنب بأنظار الناس. فالاحتمال الأول اللي يسموه ترك الأولى، كان الأولى أن يترك ذلك الفعل النبي آدم، وأن لا يغتر بمثل شيطان وبإبليس ولا يعتمد عليه، أو أن لا يفعل هذا المستحب اللي هو من مثله قبيح، بهالمعنى يفعل الأحسن من ذلك، بين الحسن والأحسن كان المفروض ينتخب الأحسن. الاحتمال الثاني هذا ذنب عند الناس، لذلك مو ترك أولى كما يميل إليه السيد الوالد. يعني آدم ما ترك الأولى أصلا، وهذا ما كان ذنب حقيقي، وإنما هو ذنب عند الناس. لاحظوا رسول الله صلى الله عليه وآله، هل صدر عنه الذنب؟ أبدا. أما الآية المباركة التي تقول بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، الرسول يذنب العياذ بالله أن يصدر منه الذنب، يصدر منه ترك الأولى؟ أبدا. فشنو اللي هنا الله عز وجل ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، يعني عند الناس الذين كانوا يتصورون بأن رسول الله صلى الله عليه وآله مذنب لأنه شق عصا قريش وقسمهم، ووقعت الحروب في بين الإخوة وأبناء العمومة وكذا، هذا الذنب كان عند قريش، فهذا الذنب اللي عند الناس الله غفره لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، والذنب الذي يتصورون الناس لاحقا أنه ذنب هذا مغفور، هذا أصلا مو ذنب، لأنه في الآية الأخرى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، الرسول صلى الله عليه وآله لا يقع في الضلالة. فهنا عندما نقول فعصى آدم ربه فغوى، شنو المعنى عصى؟ أنه عند الناس، الناس الآن يقولون أبونا آدم لو ما أكل من الشجرة إحنا بالجنة مرتاحين، لا عندنا مشكلة ماي ولا كهرباء ولا مولدة ولا وطني ولا ولا ولا، بالجنة بعد واحد مكيف هناك، صحيح؟ فلما فعلت ذلك؟ هذا الذنب عندهم، مثل ما ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، نفسا يعني نظير ذلك، فهذا الذنب الله غفره لذلك فتاب عليه، يعني مثل ما هناك نقول ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك تاب. بل آدم خلق، والمؤيد على ذلك أن آدم خلق للدنيا، إني جاعل في الأرض خليفة، الله يقول لملائكتي عند خلق آدم جاعل في الأرض مو في الجنة، ولكن مفتاح الجنة، يعني واحد يجي ضيف عندك في البيت تقول له أنت أبقى عندي فترة، فإذا ردت تطلع هذا باب الخروج على راحتك، وهذا المفتاح. فآدم كان متأثرا لأنه لما أسرع في فتح الباب، فلذلك هذا كان تأثر أنه لما أبعد نفسه عن الجنة مع أنه كان مخلوقا للدنيا، فلم يفعل ترك أو لا، هذا أيضا رأي وقد ذهب إليه السيد الوالد. هناك احتمال ثالث، بعض الذنوب هسه بالنسبة إلى آدم، بالنسبة إلى روايات المعصومين سلام الله عليهم أجمعين، بعض الذنوب هي ذنوب قصورية مو ذنوب تقصيرية. يعني شوفوا، إذا يمكن مثلت في بحث سابق بهذا المثال، إذا واحد مريض دخل عليه ولي من أولياء الله، دخل عليه مرجع مقدس
وهو مريض متمدد ما يقدر يقعد ما يقدر يقوم ما يقدر يحترمه ما يقدر يشايعه. فشنو يقول؟ يقول اعتذر منك. يمكن 50 مرة يعتذر من هذا العالم أنه أنا هيك متمدد على الفراش. هذا الاعتذار هو العالم يقول أنت ما لازم تعتذر، ما تقدر، يعني هذا بدنك ما يتحمل، مو أنت مقصر في مد رجليك أمامي، وإنما لا تتمكن من ذلك. فاللي ما يتمكن معذور. فهذا البدن إلى قصور عن عبادة الله أكثر من ذلك. لذلك في أدعية المعصومين سلام الله عليهم أجمعين، عندما المعصوم يقول ظلمت نفسي أو يقول فعلت كذا وكذا من المعاصي، اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام، اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اغفر لي اغفر لي، هذا في احتمالات. الاحتمال أنه يعني الذنوب التي تصدر عن الناس لي، يعني لام لام التعليل، يعني بعلة وجودي وبطلبي اغفر ذنوب الناس التي تهتك العصام. أو احتمال الثاني أنه للتعليم، أن المعصوم يقرأ هذه الأدعية حتى يعلمنا لنتبعه. الاحتمال الثالث أنه قصور، يعني المعصوم يشوف الإمام أمير المؤمنين، مع أن الإمام السجاد يقول مالي وعبادة علي بن أبي طالب، الإمام السجاد زين العابدين يقول وين عبادتي وين عبادة جدي أمير المؤمنين. فاطمة الزهراء سلام الله عليها كانت تقف حتى تورم قدماها. فهذا ما يجي، يعني هذا البدن المخلوق ما يجي أن يقدم طاعة أكثر من هذا. لذلك الآية نزلت ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لا تصعب على نفسك، قم الليل إلا قليلا، مو كل الليل لله والنهار للناس، فهذا البدن يحتاج إلى راحة. فهذا ذنب قصوري، يعني البدن قاصر. ولو اجتمعت البحار فليشكر الإنسان ربه لم يتمكن من ذلك في أن يكتب النعم الله على الفرد الواحد من الإنسان. طيب، إذن هذا في احتمالات مختلفة. طبعا احتمل البعض أنه معنى فغوى يعني لم يستقم لغفلته لتأثره بالشيطان اللي ذكرنا هذا المعنى وهو بعيد، أو العصيان، يعني العصيان يشمل يعم الواجب والمستحب، فآدم ترك الفعل المستحب، أو العصيان النسبي مثل ما بينا، أو الأوامر على قسمين مولوية وإرشادية، فالأمر الإرشادي لا تأكل من هذه الشجرة حتى لا تنتقل إلى الأرض، ولكن الأمر بيدكم إذا تحبون تنتقلون تفضلوا. فهذه احتمالات متعددة حتى لا ننزل مقام الأنبياء المعصومين عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني أن الجبل تكلم، النار في تكمير للرواية لم تحرق إبراهيم فأصبحت برداً وسلاماً. هذا الموضوع حول العلل والمعلولات، الأسباب والمسببات. هل السبب علة للمسبب؟ إن النار علة للإحراق، الثلج علة للبرودة أم لا؟ هناك ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول، العلل إنما هي علل توليدية. الاحتمال الثاني، أنها علل إعدادية. الاحتمال الثالث، أن العلل إنما هي بالتوافي. أما الاحتمال الأول، العلل علل توليدية، يعني من اللازم على العلة أن يتبعه المعلول، هذا لا يكون عليه أي خلاف أبداً. إن العلة هي موجدة للمعلول، مولدة للمعلول. فالله عز وجل إما أن يمنع النار فيمنع الإحراق، أو يمنع شروط النار. شنو شروط النار؟ أن مثلاً تكون هناك مماسة بين البدن والنار، فإذا ما صارت مماسة واحد بعيد عن النار ما يحترق، الورقة إن كانت بعيدة عن النار لا تحترق، فالمماسة شرط. فالله يمنع الشرطة، أو الله يجعل مانع، يعني هذا النار يبتل، هسه البعض يدخلون في النار في الأفلام وغير الأفلام، ولكن يخلي يطلي بدنه ب
فالدهن خاص حتى هذا الدهن ما يحترق مثلا خلال 20 ثانية 30 ثانية أكثر أقل. فهناك مانع من نفوذ النار للإحراق، ولكن إن توفر المقتضي ومنع وفقد المانع وتوفر الشرط فالإحراق قطعي. هنا أنا بعد الله ما يقدر يتدخل، خلاص يعني النار موجودة، الشرط متوفر وماكو مانع، فالورقة تحترق والجسم يحترق. هذا معناه العلة التوليدية، يعني العلة ولدت المعلول ولا ينفك المعلول عن علته. هكذا قطعا مو هكذا، لأنه كثير من الأحيان نحن نرى أن المعلول يتخلف عن العلة، كما في قضية إبراهيم عليه السلام أنه وقع في بطن النار ولم يحترق، والنار كان يعني النار كانت تشتغل مشتعلة، وأن النار انطفأت لو كانت مشتعلة، والمماسة حصلت ولم يكن هناك مانع، ما كان فد مثلا كريم خاص على بدن إبراهيم، لو هو هذا بدنه وهذا ثوبه. فالعلل هي مو علل توليدية قطعا، هناك احتمالات. الاحتمال الثاني العلل إنما هي علل إعدادية، يعني هذه العلة توجب المعلول ولكن أيضا إرادة إلهية، خلينا نسميه مقتضي العلة، مقتضي لتحقق المعلول. فالله عز وجل قد يريد تحقق المقتضى والمعلول أو لا يريد ذلك، ولكن عموما الله يريد، يعني العلل تؤثر في المعلولات وهي لها تأثير في المعلول، ولكن أيضا الإرادة الإلهية لها التأثير. يعني فالله يمكن أن يمنع العلة عن التأثير في المعلول، يعني مو علة تامة، هي علة ناقصة. فهذه نسميها العلل المعدة، يعني النار لو لم يأذن الله عز وجل لا تحرق، فيأذن فالنار هي التي تحرق. الموت معلوله قتل، واحد يذبح تخرج روحه، هو الذبح علة خروج الروح قطعا، ولكن بإذن إلهي. هذا المعنى الثاني، فري الأوداج هو علة خروج الروح، هذا يسموه العلل الإعدادية أنها معدة. الاحتمال الثاني أصلا العلل لا ترتبط بمعلولاتها أبدا أصلا، يعني هذا السبب ما يرتبط بالمسبب أصلا، لا جزء العلة ولا تمام العلة. القسم الأول التوليدية تمام العلة، الثاني الإعدادية جزء العلة، والإرادة الإلهية هي الجزء الآخر. الثالث أصلا الأسباب ما ترتبط بالمسببات أبدا، وإنما أكو توافي. توافي يعني تقارن، يعني عندية مو علية، عندية عند، يعني في هذا الظرف الله عز وجل هو الذي يقبض الأرواح، في أي ظرف؟ في ظرف فري الأوداج الأربعة، ولكن يمكن واحد تفرى أوداجه الأربعة ولا تخرج روحه يبقى حي، النار تكون ولا تحرق أبدا. أصلا النار لا ترتبط بالإحراق نهائيا، وإنما الله عز وجل جعل الإحراق عنده في ظرف نشوب النار. الوجدان يقرب من المعنى الثاني أن العلل علل إعدادية مو علل بالتوافي، علل إعدادية معدة مو ظرفية، صرف ظرف صدفة اتفاق دائم. ها يعني هذا الثالث هم يقول اتفاق دائم، ولكن مو أنه اتفاق قطعي مستمر، الله عز وجل قد في مكان ما يمنع ذلك. الجبال ما يقدر يتكلم، الكلام له مقدمات. شنو مقدمات الكلام؟ أن يكون للإنسان مثلا، لأن الكلام كيف مسموع، فهذا الكيف المسموع يعتمد على مجموعة من المقدمات. الجبل ما عنده تلك المقدمات، يقول هذه المقدمات مثلا الأوتار الصوتية لا ترتبط بالكلام نهائيا، الكلام هذا إرادة إلهية. فالوجدان يقرب إلى الثاني، ولكن واحد لمن يراجع الروايات يشوف متواتر الروايات عند خروج الشمس من المشرق أكو في الروايات أنه بفعل ملك، مثلا المطر من التبخير اللي يحصل من
بحار. أكو في الروايات المتضافرة أنه الملك يجي يأخذ هذا البخار ويصعده وتصير غيوم، وبعدين الأمطار لما تنزل ويا كل مطر قطرة من المطر ملك اللي ينزل هذا، مو أن هذه الحرارة هي التي صنعت هذا البخار وارتفع هذا البخار وبعدين الرياح أتت بهذه الغيوم إلى هذه المنطقة. هذه كلها ظرف عند صدفة، ولكن صدفة مستمرة. فيمكن إذا واحد يشوف كثير من الروايات تدل على التوافي، أن الله عز وجل والمدبرات أمره، تلك الملائكة هي التي تدبر، ماكو فد شيء آخر. أكو فد ملك، ملك النار مثلا اسمه، ملك الإحراق اسمه، ولكن هذا ملك الإحراق غالبا صدفة، مثل صدفة دائمة إلا في حالات استثناء، أنه مع النار يأتي بالإحراق مو بدون نار. فإذا كثير من المعجزات، من الكرامات، من الخوارق للعادة، هذه إنما صدرت من هذا الباب ومن هذا القبيل، أنها إنما أسبابها علل. طبعا الله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. قدر يعني سبب، وهذا السبب شنو؟ هذا السبب اللي احنا نشوفه، النار سبب الإحراق. خب يمكن واحد يسأل: إذن هذه الظرفية شنو أثرها؟ يعني إذا هذا مو سبب حقيقي ولكن في هذا الظرف ذاك المسبب يتحقق، فما الأثر؟ يعني شنو فائدة التوافي؟ نقول فائدة التوافي حتى تبقى اختيارية الإنسان. الإنسان يشوف هو يعمل هذا العمل، الله يأتي بالمعلول، مو هذا عمل. لذلك ليس العلم بكثرة التعلم، العلم مو بكثرة التعلم، وإنما العلم نور يقذفه الله. صحيح كثرة التعلم مقدمة أو يهيئ الظرف الصحيح لإفاضة نور الله، طبعا مع باقي المقدمات الأخرى مثل الإخلاص مثلا، اللي هذا العلم هو النور. فكثير من المشكلات بالتوافي تحل، فالله عز وجل جعل هذه الأسباب الظاهرية، نسميها أسباب ظاهرية مو أسباب واقعية، مقارنة لتلك الأسباب الواقعية. وهناك مباحث كثيرة يمكن نطرحها لليوم المقبل. لذلك السبزواري يقول في منظومته: وهل بتوليد أو إعداد ثبت، أو عادة، أو بالتوافي عادة الله جرت؟ أن العلل علل توليدية أو علل إعدادية أو علل بالتوافي. اللي أقول الوجدان قد يرى التوافي التوليد الإعداد، ولكن يمكن واحد يستفيد من مجموع الروايات التوافي، وأن هذه أسباب ظاهرية وهناك أسباب واقعية خارج عن إطار هذه الأسباب والمسببات الظاهرية. طبعا النبي آدم خب أبو البشر ويكنى بأبي محمد صلى الله عليه وآله، باسم الإمام، باسم الرسول صلى الله عليه وآله. وعندما النتيجة خلق فتح عينيه فرأى الأنوار الخمسة الطيبة ففرح فرحا كبيرا، تاب ببركته بالتوسل بهم، كما في الرواية ينقلها الكليني رضوان الله عليه، قال: بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا تبت علي فتاب الله عليه. وقلنا هذا الوجود اللفظي هو له يعني الارتباط القلبي بعد الوجود اللفظي طبعا، أو قبل الوجود اللفظي. وأيضا يكنى بأبي البشر، بأبي الورى، ويلقب بخليفة الله، بصفي الله، وكان نقش خاتمه محمد رسول الله علي ولي الله. زين، لاحظوا الرواية، جزء من الرواية: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: وبحق محمد وآله الطيبين الذين بذكر أسمائهم. هو الرسول يدعو هكذا، يطلب من الجبل بحقه وبحق آله: وبحق محمد وآله الطيبين الذين بذكر أسمائهم تاب الله على آدم وغفر خطيئته. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. شنو الكلمات؟ الخمسة الطيبة عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام.
وأعاده إلى مرتبته. يعني شنو أعاده إلى مرتبته؟ قلنا إذا هذا المعنى اللي إحنا بيناه من السيد الوالد رحمه الله، يعني مرتبته الظاهرية في أعين الناس، الناس شافوا لا، يعني من ولد بعد آدم شافوا لا، صحيح هو خرج من الجنة ولكن الله أعطاه أنه أصبح صفيا لله عز وجل، وأعطاه النبوة وكرمه وشرفه، يعني رجعت إليه مرتبته الظاهرية، مو أنه مرتبة حقيقية فقدت منه فرجعت، لأن آدم لم يرجع إلى الجنة حتى نقول رجع إلى تلك المرتبة، ظل في الأرض. وغفر خطيئته وأعاده إلى مرتبته وبحقه. أيضا الرسول صلى الله عليه وآله يقول: وبحق محمد وآله الطيبين الذين بذكر أسمائهم وسؤال الله بهم. يعني سأل الله إدريس، سأل الله بهؤلاء الخمسة اللي بينا جزء من حياة إدريس في البحث السابق، يمكن أيضا مباحث لطيفة موجودة حول النبي إدريس، أنه ولد في مصر أو ببابل، هناك خلاف، قيل هو جد نوح، النبي نوح، وأتى بعد آدم بمائتي سنة النبي إدريس، وكان مرسلا إلى أبناء قابيل، مجموعة كبيرة اللي كانوا يشتغلون بالمناهي والملاهي، فلم يتأثروا إلا قد مجموعة تأثروا، يمكن وصل إلى الألف كما في بعض الروايات. طبعا البعض يقول أنه ليس جدا للنبي نوح، لأن النبي نوح كان جد للرسول صلى الله عليه وآله، لأن الرسول في المعراج سماه بالأخ الصالح مو بالجد، يا جد قال الأخ الصالح. طبعا الأخ الصالح يمكن واحد يطرح على والده أيضا الأخ، كما في رواية الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه: كان لي أخ في الله كبر في عيني صغر الدنيا في عينه، هي الرواية الصحيحة عن الإمام الحسن المجتبى كما في بعض شروح نهج البلاغة، أنه كان لي أخ في الله. من هو هذا الأخ في الله؟ أمير المؤمنين سلام الله عليه. طبعا في نهج البلاغة هذه الرواية منسوبة إلى أمير المؤمنين، أن أمير المؤمنين يقول كان لي أخ في الله، فهي الرواية صحيحة السند عن الإمام الحسن المجتبى. فيمكن أن يكون الأخ أيضا الأب أخ، يعني أخ في الدين، لا مانع من ذلك. فطبعا هو أول من خاط واستعمل الإبرة وغرز بالإبرة ولبس وخاط ثوبا لنفسه، سابقا بجلود الحيوانات كانوا كأنما يتدفؤون، وثوبهم كان من جلود الحيوانات ولكن الثوب، وهو أول معلم للبشر، درس البشر، نزلت عليه 30 صحيفة من السماء كما أيضا في بعض الروايات، هو الذي أخذ بالقلم وكتب على الألواح، أول من فعل ذلك، له علم الحساب والنجوم. وفي تفسير البرهان أنه دعا الله بعد أن رأى الذنوب من هذولة حفدة قابيل أن يرفعه، فرفعه إلى السماء. طبعا أكو في بعض النقولات السماء الرابعة السماء السادسة، ولكن في رواية الإمام الباقر سلام الله عليه أنه قبض بين الرابعة والخامسة، ارتفع ببدنة وبروحة إلى بين الرابعة والخامسة، هناك قبضه الله. وفي رواية أمير المؤمنين أنه بعد أن قبض الله روح إدريس، فإدريس مو حي مثل النبي عيسى اللي هو في السماء، وإنما قبض. أكو أقوال أخرى لا نعتد بها، لمجاهد، للبصري، لكذا، هؤلاء المفسرون في صدر الإسلام الذين خرجوا عن إطار الأئمة المعصومين، لا قبول في كلماتهم وبكلماتهم ما دام هناك روايات تبين المعنى الصحيح. فإذا وبحق محمد وآله الطيبين الذين بذكر أسمائهم وسؤال الله بهم رفع إدريس في الجنة مكانا عليا. مكان علي يعني مكان عالي، أو علي في المعنى المعنوي، يعني علو معنوي، لأنه ذكر أسماء الخمسة الطيبة وتوسل بهم، فالله ببركة هذه الأسماء الخمسة رفعه إلى هذا المكان المرتفع. لما شهدت، هذا خطاب للجبل، بحق هذه الأسماء على لسان آدم، تاب الله عليه، على لسان إدريس رفعه مكان عليا، شهدت لمحمد بما أودعك الله بتصديقه، يعني بتصديقي أنا، بتصديق النبي صلى الله عليه وآله، على يعني ضد هؤلاء اليهود
في ذكر قساوة قلوبهم وتكذيبهم في جحدهم لقول محمد رسول الله. فتحرك الجبل. بعد أخذنا الوقت إن شاء الله نكمل في البحث المقبل. هذا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.